قيمه المهرجان ده كمان انه ضيف الشرف دوله الصين، وانه بيواكب هذا العام مرور 60 عام على العلاقات المصريه الصينيه من 56 لغايه النهارده. ايضا شيء ايجابي هذا التضافر وهذا التلاحم الثقافي بين دولتين، وان تكون زي ما يكون المهرجان مجمع اكبر عدد من الدول. مهم ان كل عام يكون في ضيف شرف، والسنه دي مهم ان تكون الصين هي ضيف شرف المهرجان، ونتمنى ان هذه العلاقه تثمر عن شيء ايجابي لصالح الدولتين.